صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب مخبيت لنا قصص جديدة مع الأبراج الـ 12، خلينا نكتشفها سوا، والبداية مع برج الحمل. على الصعيد المهني، بما أنه ما عندك ضغط اليوم بالعمل، استفيد لوضع الخطط للمستقبل، أما عاطفياً، العلاقة مع الشريك عم تتطور بطريقة بخطى كتير ثابتة وناجحة، وصحياً، يومك مليان نشاط وحيوية. برج الثور، مهنياً اليوم مطلوب منك طاقة كتير كبيرة بالعمل لتنجح بشغلك، أما عاطفياً الشريك بيوقف معك بظرف كتير صعب، صحياً انتبه من البرد والجريب. برج الجوزاء، مهنياً بتبرهن عن إمكانياتك الكبيرة بمكان عملك، أما عاطفياً حاول أنك تتفهم الشريك لو كان مش قادر يفسر لك عن شو حاسس وشعوره، صحياً خصص وقت للنوم أكتر. برج السرطان، مهنياً انتبه تضيع فرصة ترقية من إيدك بسبب زملائك، أما عاطفياً بتقلب الظروف لصالح العلاقة مع الشريك رغم معارضة محيطك، صحياً ما تهمل مواعيد فحوصاتك. برج الأسد، مهنياً انتبه كتير على المصاري وراجع حساباتك بالعمل، أما عاطفياً بتطلب الاهتمام من الحبيب أكتر بهيدي الفترة، صحياً حاول أنك تقوم بالتمارين الرياضية دايماً. العذراء، عمليا طموحك لا يستغنى عنه بمكان عملك، اما عاطفيا التوتر بينك وبين الشريك بلش يصير عاده يوميه، انتبه اكثر تما تنتهي العلاقه بسرعه. الصحه جيده، تابع الاهتمام بنفسك اكثر. الميزان، بالعمل اليوم انتبه من التقصير، اما عاطفيا الحب مسيطر على الاجواء، صحيا حاول انك تهتم بصحتك النفسيه اكثر. العقرب، أيها العقرب اليوم أنت نجم الساحة بالعمل، أما عاطفياً يمكن صار الوقت تعيش قصة حب جديدة، صحياً أنت بحاجة لتخصص وقت للراحة أكثر. القوس، نهار جيد جداً ناطرك عملياً، بتحصل على تنويه من المسؤولين، أما عاطفياً لازم تلاقي شريكك بنص الطريق لتخلصوا العلاقة من الفشل، صحياً ابتعد عن تناول المأكولات الدسمة هيدي الفترة. الجدي، عملياً فرص جديدة بتتقدم لك على طبق من فضة، استغلها، أما عاطفياً الرومانسية بتسيطر على الأجواء مع الشريك، صحياً ابتعد عن ممارسة النشاطات اللي بتتطلب مجهود جسدي كتير كبير. الدلو، عملياً اليوم بحملك خسارة صعبة، حاول ما تراهن على أي شيء اليوم بشغلك، أما عاطفياً شريكك عم بحاول يقول لك شيء كتير مهم، جرب إنك تسمعه وتتفهمه، صحياً الوضع مستقر. الحوت، عملياً بتفكر بطرق جديدة لتوصل لهدفك بعملك، أما عاطفياً الأجواء العاطفية بتوعد بمستقبل حلو وطويل، صحياً التزم بمواعيد أكلك أكتر. مولود اليوم ينعاد عليك، وبدي عادك أقول لك عقبال المية، أنت إنسان منك تقليدي، بتحب المغامرة وبتجرب كل شيء جديد، ما بتحب العمل الصعب، شوي أنت إنسان اتكالي وبتعتمد على غيرك، ذكيك واضح وهو يلي بخلصك دايماً من المشاكل. أما معلومة اليوم عن تناسل الأبراج، برج العقرب مع برج السرطان علاقة صعبة، العقرب إنسان متملك بطبعه ولكن السرطان بيتفهم هالشي وبيدير الوضع ولكن لوقت مش كتير طويل، ممكن يستمروا إذا لقوا طريقة للتواصل مناسبة. وأنا هيك مشاهدينا بكون خلصت فقرة أوروسكوب لليوم، لاقوني بكرة.